طريق المول الجديدة مع الأصدقاء إن شاء الله. شاف الساعة دابا مورال؟ أنت ما خليتي ناس ينعس المول، ما عرفنا شحال الساعة دابا الجوج. وصلنا للجديدة. بركة مالك يا الله مبال اخ ما كتاكلش ما كتاكلش نعمه يلا ما قالك هاك صور هاك امور هاك تصويره الله يكرمك طيب أمودي الله يقول الله يبى تخلص الليمون ولا برخيص الله يبى تخلص. أزل حاج طلع حاج. المول جديدة ورا المول البحر خطير 3 متر علو الأمواج 3 متر يعني ميمكنش تعوم في البحر يعني البحر زائد الموت ولكن نطلع المول ديال الجديدة المول ديال الجديدة يمكن نعوم فيه الأمن والأمان وترى حدا الفار سمعتي واحد الفار وكيبان معاه جاج التليفون كيبان اوكي كومين ان غنشوف صح الله يغفر الصح لا دابا تدخل البحر ما يلقاوك بالله مدينة جديدة طلعوا الرئيس كاين شي حوت الرئيس غيكون الشباك ها بلانكري ولا كان شي حاجه ناخذو عندك ان شاء الله غتخرج هنا ياك دخلت المول مدينة الجديدة
تمشاو في البحر الجهه الاخرى كيفاش داير يعني تدخل هنا كاين لو ريسك. شوف شوف البحر معلوم امواج 3 متر ديال الامطار كاين المون سبحان الله كاين الامن والامان صباح. حنا الان ما دعموش حنا يعني هنا خطير حنا كيبغي الناس تكون متمرسة بزاف وتكون غير دايز من هاد البلاصة يعني مغاديش ميمكنش تخرج هنا. وكاين المون الأمن والأمن فليك مرسي المرسى المكان هذا يسمي لاداس لاداس كيترينيو فيه الدراري الصغار كبار عند الأخ محفوظ كوتشينا محفوظ الله يبارك. شوف 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 كل شو ما نفد هنا لو ريسك نقل من على البحر يعني محمدية 3 متر وقلنا تا هو غيكون شوية. شوف 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 واو واو مدير واحد طرا سيارة كتبان واحد الراية تماك هاديك ديال كونو جايين فليك يعرفو راسهم منين غادي يدخلو بالليل كيشعل فيها الضو هاك تكون جميع المرصات كيعرفو منين غيدورو منين غيدورو. ويا خو عمر اللهم بارك شتي هنا لو ريسك كيدير هنا ها 3 متر ها سير اسير سي عمر شي البحر هما كنحيو جميع الاخوه والاحبه والاصدقاء من هنا هنا مدينه الجديده حيث الساعه تشير الى 9 صباحا ودرجه الحراره 10 درجات. اتمنى لكم يوما سعيدا ونشكركم على تتبعكم وعلى ملاحظاتكم. من يريد المشاركه او المساهمه او اي شيء من هذا القبيل مرحبا بكم جميعا. الله يحفظك السلامة هذه فيها مساهمة المساهمات المعنوية أيه شوف سبحان الله المساهمات العجعجه واصله ولا ما واصلاش شا ان شاء الله الربيع فين واصل قلت لك واصله لا المبيطه صح مبيطه بلي الشامبري داخل هذاك مكاين شي شبكه تما السنار يا ربي قالك السنار دبر انطلاقه ان شاء الله تكون هنا دير واحد 2000 متر هنا في المول سي عمر الله يبارك كم ورا داك الشرف مشينا شكرا الله
الحمد لله راه كاين الامن والامان هنا في المول، راه كاينه 3 متر اللور. شوف سبحان الله، ها هنا اللور كاين 3 متر، يعني اللي مات في هذا الكعب كامل المراحل. هادشي اللي بحال بحال دابا ان شاء الله. دابا غادي نديرو انطلاقه، نديروها من هنا يلاه، وغنمشيو للفار. من الفار غنحاولوا ندخلوا شويه لداخل الداخل باش نجيبوا الدوره، نكبروا شويه الدوره مأمنة تما الحمد لله، وغندورو وغادي نجيو للاداس ياك. من لاداس نحاولوا كاع تما نزيدوا واحد شويه، نضربوا واحد شويه تنقربوا للموج، شي الموج راه ورا، ونعاودوا نرجعوا، نعاودوا نرجعوا ونهبطوا لاداس ونجيو. انا نعطيوها ان شاء الله 2000، انا ما غاديش تكون، ولكن غنحاول نديروا 1000. واهم حاجه، اهم حاجه عندنا هو نفهم خبر جروب، جروب كيما ديك الخطره، كيما دار ديك الخطره، اللي خرج من الجروب راه يخلص يخلص صافي. نمشيو حنا مجموعين مجموعين، واحد يشوف واحد. راه حسين ثاني ماشي ماشي ثاني نبعد على الجروب ونبقى نتسناهم، ندير لا نمشي النيفو ديال كل شيء صافي ياك. ديك الساعه ملي تجي كومبيتيسيون ديال الجبل راه ما كل واحد يجبد، فهمتيني؟ دابا ان شاء الله نمشيو كيف كيف قلنا، كل واحد كرول كرول الحمد لله، كل شيء ناضي. غير نزيد نذكرو كيف قلنا، نضرب الضربه الماكسيموم ديالي الاخر الاخر، يدي ما نحطهاش هنا وما نحطهاش هنا. مره مره كاين بعد هذا كينسى وكيحطها، لا نحط تطلع يجبدو، ومن تحت من تحت ثاني لا ما نجبدش، نعاود جليسي ها معلم، نعاود جليسي واحد في الثواني ولا ثلاثه، نعاود ثاني نفس المنظر معاه، شي ملي تحطها خليها يتكلس وغادي، الكور ديالي ديما مهزوز، ديما مهزوز وغادي، ومره مره كانني كنعوم بوحدي، واخا مع المجمع كنعوم بوحدي، مره مره نهز راسي نشوف راسي فين غادي، نشوف راسي فين غادي، يعني نضرب 6 ضربات 8 10 نهز راسي نشوف راسي فين غادي، وديما مع المجمع وديما نتابع، حنا كاينين 5 ديما 5 خصو يبانوا لي ب5، فهمنا؟ على بركة الله يلا نديرو شوية حركة إن شاء الله. يلا سير 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 نبدا واحد شويه انا كنعوم كاري ماشي باش حداه هنا، ديما يديك دور شويه
انا 500 درهم خديتهم عندك. اه غادي لا تيشيرور والله ما كنت باغي ندوي والله لا الكوميرا غيتقاتل كريم والله ما غيحملوا كريم. المهم زيد زيد مرغوا شويه. المهم بالنسبه لكريم بحربع شوف يلا نديروا 30 ثانيه. لا عاود عاود هذه باش يتقبل الكوميرا 500 درهم. 500 درهم خديتهم عندك كريم. يا مشيو لهذيك البلاصه حرشه. دابا تقبل الكوميرا ولا حريفي؟ يلا دير شي 30 ثانيه ناخذ شي 4 مرات 5 والخمسه. كيف موزي فيك الان تحيد الكومبينز كريم عمو بلا كومبينز مراد والله بلا كومبينز مع الماء نهار نيشان 45 كريم غادي راه 7 مرات 7 دقائق قلتي لي 7 دقائق انت 7 مرات ناخذو نطلقوا نطلقوا في السابعة نوقف هي 45 يلا الله يلعن يلا 7 مرات يلا خصك تشري المكانة منير في العزيز خدم العفازي تسمع مصطفى مصطفى غيشي لينا كل شيء صاحبي الله يلعن شوف يلا يا عمر يلا الله يلا صافي النفس سريه كثيره بعض المرات تبغي مثلا تضرب حتى 4 مرات 6 مرات كتمسح عندك ديال يلاه بقينا غير دقيقه ان شاء الله نكتبوا النفس واحد الدقيقه ونشكروا على الله يلاه لوح لوح وخذ شي 7 مرات يلا ما قدرش يستعلم هذيك الخطه ديال منير تكمل بها على 4
فيها تكح وسن العيب صافي بعد ديها راه فين كورينتي يلا حسين يلا عندك قالك السخره حسين الله يحفظك السي حيت صندالك يلا حسين مريقل ما تلاحش مشات تسحلت قلت لك صح يا اخوان اما توقفوش في لاطاس صافي توقفوا في الفار الخضر لا راه تابع مع منير يا كما قلتوا ما توقفوش في لاطاس توقفوا ليه ماشي بزاف عاوتاني وترجع يعني ملي غنوقفوا ليه هانتوما كاع اه صافي معلم مراد وين النظر ديالك هاك اخي الله يوت هادو واحد العين اخويا لاطاس عندها ضروري بينا انا مدادر ساعه كاني ما جابوش ديك صافي قول لي والله الا عندك شغل نهز واحد اخرين بالله قلت وقيله رضوان قلت وقيله رضوان يكون قلت رضوان قلت رضوان غيكون شريهم رضوان باقي ما جاوش هذوك المطاطا شوف ماص لا غيجيو دابا واحد الاستماج تقول حيت يلا يا اخي ما بقاش يلا غيصيفطك صافي خذ هذو تناخذ الاخرين رضوان والله مولي راه العصراني وصل لا سي مراد يلا حسين شي فوطه شي فوطه ها واحد هاك الاخوان راه يضربوا الالي والرسول برا لا كلاس وي ما كيما تشوفوا مو غتشوفوا راه لا لا يلا 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 سي مراد شوف شوف
اه يلا سير شوف دراري مشيو مجموعين وما مشيوش لقدام ونبقاو واقفين نتسناو ولا نتعلم نمشي بشويه نتعلم نمشي بشويه باش صاحبي يجي عندي فهمتي شي تبارك الله كي مشينا مزيان نضا يلا اللهم بارك سير عمر لقطو 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 شوية وي عمر وي دور 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 انا دور وي عمر هنا
هنا هنا هنا هنا هنا وي وي كريم هنا طلع طلع شويه فوق معلم وي رضوان طلع مزيان عمر يلا لا 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 نخرج القلف بعد وما لقوش
ما عطيني شي سميه اخرى. جزيرة الكنز. ها؟ حلو؟ لا حلو. لا راه راه كيخرج. ملح. ملح جديدة. حي البرتغال. هنا كتطلع ال هاد الملاحة لا غتكون غتكون كتخدم في الصيف. شوف شوف شتي ديك القنطرة وراه شوف شوف راه واش الاخر ديال البيض الزير بيض الاخر ديالو هذا الاخر ديالو الملل كاين واحد القنش شتيها حنا غادي مجموعه شوف غنتمو غادي مقادين بحالكم ما يمشيش واحد ورا واحد مقادين سير هنا يلا 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 على بركتي Thank you.
وي ما جوي وي مورا كاين كاين 1800 قلت لك الله يبارك عمر تعريتي مالك مورات لبس لبس معلم ها نعم شي واحد كيعيط لك خلي عيط يا لا موراس بن شي قدرتها لعيت صدر شوف 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 ماشي تلاحيه هذيك شوف معلم على صدرك 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 شوفي شوفي وتلاحى شوفي وتلاحى موراس صافي مشاو شوف فيا ما تشوفش الماء شوف فيا شوف فيا وتلاح على صدرك راح يتلفوك شويه هوب 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 كاين دولومات هنا معنا ها كحله شوف 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 كيف ندير لك امور شوف انا شوف بارك الله كملت معك بعد الالفين كملت معك الالفين مزيان على بارك الله كيف عمر اش التليفون
معلم. باغي يعوم المعلم، باغي يعوم ها؟ ما بغاش؟ صافي جبر الرجل ديالك سخن سير قدامنا ها؟ خير لا انت غادي مزيان، تمشيتي مزيان زيد زيد معلم هك 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 ايش ايش هك 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 الله 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 وتكون عم جيمة وعتي قاع شوف شي دابا تكون كانت عندك قلبة ادخل بها شوية لي صافي لا لا نتعاون معاه فهمتي دابا شنو هو العقول العظيمة تتكلم بالأفكار العقول العادية تتكلم بالأحداث العقول الصغيرة تتكلم بالبشر فلان وفلان 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 شباب فوق هذا لازم يكون فوق كيف بده يكون فوق مين محيطك مع مين قاعد شو بتعمل لا الناس الكبيرة اقعد معها غير محيطك هاي أداة كتير مهمة في حياتنا كتير مهمة انت بتجيب علم وبتسمع خبرة لأنه العلم لحاله is nothing العلم لحاله هي أدوات الكونستركشن أدوات البناء حاططها وراك ولكن في حدا خبرة بيجي بيقول لك أنا من خبرتي كذا الخبرة أهم بكتير من إنه يكون عندك معلومات على الرف اقعد مع هاي الناس اسمع منها خصوصا أهلك قرايبك الناس اللي وصلت اسمع من اللي فشلوا أكتر من اللي نجحوا عشان تعرف ليش فشل